أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بملف الاستثمار وسعت بشكل جاد على مدار السنوات الماضية لدعم وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات باعتباره الدافع والمحرك الأساسي للاقتصاد المصري ولعملية التنمية بشكل عام. وفي هذا الإطار أوضح مركز المعلومات أن مصر جاءت كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار في أفريقيا للعام الرابع على التوالي، وذلك في مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الأفريقية 2021 وفقا لتقرير صادر على البنك راند ميرشاند. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تضرر الاقتصاد المصري من الوباء، إلا أن مصر كانت من أوائل الدول التي عادت إلى مسار النمو بفضل التدابير السريعة التي اتخذتها الدولة المصرية.